أن العلوم العربية الإسلامية ما كانت بس نقل العلوم من اليوناني إلى العربي فقط للحفاظ على العلم اليوناني كما هو متداول، بل كانت نقداً وإعادة صياغة لها. ومنشوف كمان أنه علوم عصر النهضة كانت عملية صهر وهضم للعلوم العربية الإسلامية. أندرياس فيساليوس اللي هو الواضع العلم الحديث للتشريح، والدكتوراه اللي قدمها ببروسلز يحصل على شهادة طبيب قبل ما يمارس مهنة التعليم، كانت كتبها هو وقدمها ببروسلز، كانت فقط إعادة صياغة ترجمة رسالة صغيرة لأبي بكر الرازي، وفيها الرسالة التاسعة منها بيعدد كل الأمراض التي تأتي على الجسم الإنساني من الرأس إلى القدمين، وكل مرض يقول شو سببه. إنه اللي كوبرنيك ما كان عم بيفكر بهذه الحركات باستقلالية، كان عم بياخذ اللي موجود، والموجود هو عمل نصير الدين الطوسي اللي كان عم بيساعد كوبرنيك. بدل ما يقرأ الزين الأصلي قرأها كأنها فاء، ولذلك انتقلت بالنص اللاتيني إلى فاء. وهذا أيضا برهان، وأن لاقي هذا المخطوطة اللي بعدها لا تزال بالفاتيكان، وشفتوا فيها بالطبع شفتوا فيها هذه الدوائر اللي هي مزدوجة الطوسي. يمكن يكون أنه كوبرني عثر على هذه المخطوطة واستفاد منها. اللي اسمه دي سانجالو لا عم بيروح لبغداد يجيب أسترلاب صنع في بغداد حوالي 700 سنة قبل، يعني أي شيء بيجي من الحضارة الإسلامية له قيمته لازم نحافظ عليه، وهذه طريقة المحافظة عليه أنه ينسخها حرفياً حتى بالإمضاء اللي موجود له.